اول ما تحس ان الحزن داخل قلبك واحده واحده قوم وانتج. هتقولي لي احنا داخلين حرب؟ ايوه احنا داخلين حرب. لو انت فاكر ان الحياه كده سهله وبسيطه، لا، كانت هتبقى ممله وطعمها سخيف. الحياه بتحب الحركه. شوف ازاي النجوم والكواكب حوالينا والشمس والقمر والصبح والليل والمساء والضلمه والنور، كل حاجه حوالينا بتتحرك واحنا مش عايزين نتحرك. اول ما يجيلك الاحساس اياه دوت بتاع الاكتئاب والدموع، قوم امسك المقشه واكنس قصاد البيت بتاعك، قوم رتب سريرك اللي عمرك ما رتبته، قوم اكتب حاجه حلوه وخواطر، قوم اسمع مزيكا، قوم اكتشف فيك موهبة جديدة، قوم ارسم، قوم صلي، قوم اعمل أي حاجة مختلفة، بس قوم حرك جسمك وانتج. قوم اعمل صينية كيكة فرح بيها اللي معاك في البيت. قوم اعمل رغيف عيش يا أخي. قوم قوم، مش قعدتك قصاد التلفزيون وعلى الموبايل هي اللي هتحل لك مشاكلك. انزل لأرض الواقع بتاعنا، انزل وعيش معانا. هتلاقي جواك حاجات فظيعة، وهتلاقيك عمال تبص للدنيا، ايه ده؟ ده الدنيا فيها لون اخضر، ده الدنيا فيها مية جميلة، ده الدنيا فيها هوا حلو الواحد ينفسه، ده الدنيا فيها لسه قلوب جميلة بتعرف تحب، ولسه في ناس تانية عارفة تبتسم.